ده انا كسبته وقعد يرقص له نص التمثال ومش مركز. يا قراشي ازيكم يا شباب؟ دلوقتي هنلعب لعبة حرب العصيان، بس النهاردة انا هلعبها مرة تانية. بس على فكرة ما اصلصت التمثال، بس حلو ان انا عندي بزود الهيلث ده. شايفينه اللي جنب العمود ده؟ دي شايفينه؟ اه لما اضغط عليه التمثال بيزود هيلث. التمثال بتاعه اكبر من التمثال. التمثال سخن نونو صغنن. التمثال بتاع نونو صغنن 16 من الاسهمة. اول ما نبدا اتاك اقوم نتك على بتاع ده وده كمان. وانا عارف انا جبت كلها لحد 70. ده انا شكلي هخليه فسكوني فسكوني حتي فسكوني صغنونة. ماشي اللهم معايا ال 400. يا هلا عايز اجيب جوارات يا عم. هيا يا عم نخلص اجيب جوارات. ايوه حتى بس نطورهم ازاي اقوياء. انا حتى بس نجي 50 ده ماشي شكله والله.
هنشوفه زي فرخوخ. ده الهس بس ده اللي انا شايفه ده خراش بو. طيب ارجعوا بعد ما ثلاثة يخلصهم عليه عشان تريحنا دماغنا يا جدع. نجرة بحاول نجرة زي الاير ونجرة اير شمبان. عيب عليك يا صاحبي. ارجع كده يا عم يا راجل. اللهم انا قاعد اجيب. افتكرت في اللعبة دي هتنزل السمك كلها قنبلة وخبيتها لجهة جهة كمية. ايه يا عم واخيرا ده جالي في ثواني. نستنى بس عمليكم. ايوه يلا اللي بعده اللي بعده جيلك. يلا يخرب بيتك. جه منين؟ جه امتى؟ الفلوس دي جميله جميله. بنجيب جيش في آخر الوقت
13 مفترض. انا جاي على السكين. ايه ده البرازيل كله يا حلو. ايش بقى كبير يجيب جنود يا بطل. هني كمان هيجيب جنود زيك يا عم. ابص ايدك شوية. انا خليهم اتناشر. كده الموضوع مية مية. الجيش هيبقى جديد. نقدر نجيب الواد ده امسكه. ايه اضربه بالفرخ. الله اضربه بالفرخ كتشو. اوه انا جبت السحر والله قاعد اطور في كل حته. والله انا عندي كميه فلوس كتير. نار نار. يلا انا بجيب وهو بيجيب. انا بشيل وانا بجيب. هو بيحط وانا بشيل وانا بجيب. اللي بقوله ده كل ده انا ما عارف هيجيب لي بقيته من جمه من جمه. انا انا ممكن تعملوا في التعليقات ازاي الحاجات دي هتيجي عشان متاكد والله ما عارف الابتدائيين جايين ولا لا. اذا لا ده جيت هنا هطلع بره الماء. شفت في حاجه في مكان بيطلع. عشان اقدر اعمل مساحة بس. والله الجيش كله بقى كبير جدا طويل. زحمة يا دنيا زحمة زحمة. انا جبت كلمة اول مساحر. اربعة تلاتين منهم اتنين. طيب كده يبقوا خمسة. الله يستر.
شكله بيجيب جنيه. وده جم لا يا عم خليني احسن الدكار احنا ده واجف كله بالجنيه بتاعه بس على مكان بتاعه ايوه كده اتفرج على اسمع الدقايق مفترض مهبوط والله مهبوط انت مهبوط عشان الضوء والباقي الخميسه من جلودي رجع والله لو رحت هجمت الجيش اللي ورا لا طب عندي فكرة لو انا جبت جيش اللي ورا الجنود بتاعي هيقدر يجمعهم موارد والله فكرتي احلى لا بجيب جيش دول هذا بنعرفه وتقول لي ايه مش فاكر انا مش فاكر اكتر لا رايحين فين حبايبي انتوا رايحين فين انا خليكم خليكوا عشان انا ممكن ارجعين بس انتوا رايحين كل اللي خلاص مجلس كبير بس بالهبل كتير
لا 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 بس قلت بس قلت لكم قلت لكم ليه اجيب بخل شكله جدا التاني شكله لازم اجيب الناس انا اجيب الجوز بقى مخلص. بوزة كان فراسي بجنود بتاعي كتير جايب كل ده بالسيوف يا ابني السيوف بتوعي اقوياء فانت جايب سيوف صغيرين لكبار يا ابني مطورهم كبار يا ابني انا مطورهم كلهم هجيبك يا ابني يا ابني هجيبك اول مرة العب اللعبة دي بس شكلها جامد بس والله اللعبة دي حلوة لغاية ما قلت يا باس يا حلال رايحين
يقتل ولا يعيط. مش فكيشو الجيش معاك فين ده يا ابني؟ مفنشو يا ابني، مفنشك في ثواني وانت بتخلص لك نضي. شكل فلوسي بتزيد شكل شكل، والله يفرح بس الشكل هخليه احول احول. بس والله يفضل اتنين بس اتنين، حرام عليك يا ظالم ظالم، لا انت ظالم ظالم ظالم. ما عاد عندي جنود بس والله نزل عنك ومحظوظ والله. لا اوريك والله، انا مفنش لك جنودك وانا اوريك مين اللي فسكوني. احسن يا بيك احسن، عشان انت مضطري عليك اخرب بيتك يا ابني. شوف شو قلت لك، بس والله اول عمال بكسر لي التمثال. مبروك مبروك الفوز والله. ده من شكل والله همسك الواد ده ومخليه معزه. أكثر من
تكون زي الفلوس. والله كلهم قرود قرود، بس والله منهم كمية كمية. كمية رهيبة. دي خلتهم كلهم على 100. يا نهار ابيض، ينفع يكملهم كمان؟ يا سلام، والله ده انا زودتهم كتير. والله 100 دم كتير. والله شكل الولع هيتخض هيتخض كل دمة جنود من دمة. هيجيله صدمة صدمة. والله الولع ما يبدأ جيم معايا هيتصدم. والله لو شافهم كلهم هيتصدم. ايه ده يا خراشي خراشي اللي بتقوله ده؟ زود زي ما كان بقى. الله يلا 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 فضل 10%. 17 16 50 16. الأخضر الأخضر يعني في الأحمر والأبيض. أوه شكل الولا. لا 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 هيجي له حتة صدمة ما اشوف كل ده. عرف لي كم كمية كبيرة. والله كل ده
اديله 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 ايه ده مش التمثال ده خالص ايه ايه شفتوا ده في الفيديو؟ والله السمكة قامت توكلها أمي يا جمال. اللهم معايا جوارات كتير جدا. شكل الجوارات هتخلص ازاي؟ جديد هل انتم عاوزين حلقة تانية منها؟ السلام.